عودة إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. تحت عنوان المسترال وشك اسود ليه يا عكر، يكتب حمدي رزق في عدد الغد من المصري اليوم متحدثا عن تسليح مصر والقوات المسلحة. المسترال ليست قطعة بحرية، ليست حاملة طائرات، بل حاملة أحلامنا البحرية المصرية. أخيرا تستكمل قوتها لتشكل درعا حاميا في البحر. المسترال كانت حلما مشروعا من أحلام البحرية المصرية لم يتحقق قبلا، حالت دون تحقيقه دول وكيانات وأحلاف عسكرية. رسالة المسترال بعد الرافال إلى جوار محطة الضبعة النووية ووكالة الفضاء الوطنية كانت أحلاما صارت واقعا معاشا. رسالة بعلم الوصول، رسالة إلى العالم. مصر قادمة بعد غياب، مصر حاضرة رغم الإرهاب، مصر أقوى. دكتور صلاح، ما رأيك في هذا الطرح؟ أتفق معه تماما. على فكرة يمكن الأستاذ حمدي رزق يعني التقط بعض أطراف الخيط المهم جدا في الوقت الحالي. احنا دولة بتواجه الإرهاب، ومع ذلك على فكرة بدل الجيش عندنا، الجيش المصري تحول إلى 50 جيش، جيش بيبني وجيش بيشري الطرق وجيش بيعمل انتخابات وجيش بيؤمن الجبهة الداخلية وجيش بيحارب الإرهاب على الحدود وجيش بيطور قدراته العسكرية وقدراته التسليحية بشكل مختلف. احنا بنسير في الاتجاه الصحيح، قادم أفضل. فعلا متفق مع الأستاذ حمدي لما قال مصر قادمة، لأن عايز أقولك احنا لم ننهمك ولم نجهد في معركتنا على الإرهاب اللي هي بناخدها بالوكالة عن العالم كله. بالعكس احنا مع ذلك، يعني تشوف تصنيف القوات المسلحة وتصنيف الجيش المصري بيتقدم في إطار حرب بياخدها بشكل مباشر مع ضد الإرهاب وفي نفس الوقت احنا لا مش منغمسين بقى ان احنا عندنا معركة ارهاب فننسى تطوير قدراتنا العسكرية. لا، احنا بنحارب الارهاب داخليا وبنحمي مصر على المستوى الداخلي وبنرسل رسالة للعالم اجمع ان بالفعل مصر قادمة. وتحت عنوان كلنا